على ربوة باذخة الجمال وبأهداب المحبة للعلم والفن والتميز والإبداع، كتبت قصة نجاح جامعة الزيتونة الأردنية حين كشفت أياد بيضاء عن ساعديها لإنشاء الجامعة عام 1993 لتكون صرحاً علمياً يرفع بيارق العلم في سمائنا ويقدم نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي. وفاء وسماء فبدأت الجامعة عملها يحدوها الأمل لدفع قطاع التعليم العالي إلى الأمام بعجلة التسابق مع الزمن، فاستقبلت الفوج الأول من طلبتها مع بداية العام الجامعي لسنة التأسيس، وحصلت على الاعتماد العام والاعتماد الخاص لجميع تخصصاتها الأكاديمية لتصبح صرحاً علمياً رائداً يستقبل آلاف الطلبة من داخل الأردن وخارجه، وانضمت إلى عضوية العديد من الاتحادات والجمعيات الأكاديمية العربية منها والأجنبية. إذ شهدت الجامعة منذ تأسيسها وبدعم متواصل جزيل من هيئة المديرين تقدماً ملحوظاً على جميع الأصعدة، سواء ما يتعلق منها بالنواحي الأكاديمية والإدارية أو ما يتعلق بالبنية التحتية والمباني والمرافق، بما يكفل توفير بيئة تعليمية متطورة وبناء خبرات قادرة مؤهلة. فهي تشتمل على 8 كليات، هي كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض، وكلية الآداب، وكلية الأعمال، وكلية الحقوق، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية العمارة والتصميم، مركزة على التخصصات التطبيقية والتكنولوجية المطلوبة في سوق العمل، وبرامج الدراسات العليا الماجستير التي تساهم في دفع عجلة التطوير والبحث العلمي، مع ما يجدر الإشارة إليه من أن الجامعة ماضية في تطوير خططها الدراسية وبرامجها الأكاديمية والكفايات التعلمية وتعزيز التعليم الإلكتروني وتطبيق أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا التعليم والقياس والتقويم بما يتناسب والمستجدات العلمية والتكنولوجية وبما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، بهدف تخريج كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على التفاعل مع المجتمع والمنافسة في سوق العمل بجدارة. وتعد مباني الجامعة من أحدث الأبنية الجامعية في الشرق الأوسط، لما تحويه كلياتها من قاعات دراسية ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات التعلمية وفق مقاييس عالمية تخدم طلبة البرامج المختلفة، فضلاً عن الوسائط المتعددة والبرمجيات الحديثة والشبكات السلكية واللاسلكية والمختبرات البحثية والاستديوهات التطبيقية والمشاغل الهندسية والمراسم المعمارية. وتسعى الجامعة للتقدم في مجال البحث العلمي من خلال حرصها على تشجيع الباحثين لنشر البحوث الرصينة في حقول المعرفة العلمية ودعم المشاريع البحثية وتحفيزهم على المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية المحكمة وإقامتها بالشراكة مع مؤسسات دولية وجامعات مرموقة، حيث تخصص عمادة البحث العلمي والدراسات العليا موازنة سنوية منفصلة لدعم كافة مكونات البحث العلمي، وأهمها تلك التي تلبي الأولويات الوطنية واحتياجات المجتمع المحلي. وتعمل الجامعة ضمن خطة زمنية مدروسة على إفادة الطلبة المتميزين للحصول على درجة الدكتوراه من جامعات مرموقة في مختلف التخصصات الأكاديمية. ومن جانب آخر، وضعت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع الكليات جميعها برامج لتعزيز النشاطات المنهجية واللامنهجية لدى الطلبة المقيمين والوافدين من مختلف الجنسيات وتأهيلهم وظيفياً من خلال مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين. ومما تجدر الإشارة إليه أن الجامعة تسلمت مؤخراً رئاسة الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية الذي يسهم في تعزيز التعارف
التعارف والتعاون والتنافسية بين طلبة الجامعات الأردنية. أما الدوائر المساندة في الجامعة كدائرة القبول والتسجيل ومركز الحاسوب ومكتب الاعتماد وضمان الجودة ودائرة العلاقات العامة ودائرة الهندسة والصيانة والخدمات والدائرة المالية ودائرة شؤون العاملين ودائرة الحركة والأمن الجامعي، فيوكل إليها مهمة تذليل كل العقبات التي قد تقف حاجزاً أمام تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها. ومما يجدر الإشارة إليه أن الجامعة تؤمن لكافة طلبتها وسائل نقل حديثة مريحة ومكتبة تتميز بالعديد من المصادر المعلوماتية القيمة، كما توفر لهم المطعم والمشرب بجودة عالية وأسعار مناسبة من خلال المطعم المركزي والكافتريات المنتشرة في مختلف الكليات. وتعتز الجامعة بمركزها الصحي الذي يعنى بتأمين الرعاية الصحية للطلاب والعاملين فيها وتقديم خدمات صحية مجانية للمجتمع المحلي. كما تفخر الجامعة بمركز الاستشارات وخدمة المجتمع الذي يسعى إلى توجيه إمكانات الجامعة العلمية والفنية للإسهام في تنمية المجتمع وعملية التعليم المستمر. وقد حققت الجامعة ولاسيما خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إنجازات ملموسة تجسيداً لرؤيتها ورسالتها وغاياتها، فحصلت الجامعة في دورات متتالية على مراتب متقدمة في امتحان الكفاءة الجامعي في العديد من تخصصاتها الأكاديمية، كما تفوقت في العديد من المسابقات المعرفية والقانونية والأدبية، مما يؤكد سلامة تخطيط العملية التدريسية وتنفيذها ومدى فاعليتها، ويشير بوضوح إلى كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية وجودة المخرجات التعلمية. ومما زاد الأمر فخراً هو حصول الجامعة على الشهادة العالمية لضمان الجودة الآيزو في جميع مكونات عملها الأكاديمية والإدارية، لتكون أول جامعة أردنية تحصل على هذه الشهادة بنسختها المحدثة التي تركز على القيادة وإدارة المخاطر. الحدث الأبرز في تلك الإنجازات فقد كان بحصول كليات التمريض والصيدلة والآداب والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والأعمال على شهادة ضمان الجودة التي تمنحها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إذ يتطلب الحصول على هذه الشهادة إنجازات كبيرة في التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الرشيدة والبرامج الأكاديمية والبحث العلمي والإفاد والإبداعات وإدارة الموارد البشرية والمالية والمادية والخدمات الطلابية وخدمة المجتمع والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى وجود نظام متكامل وفاعل على مستوى الجامعة لإدارة ضمان الجودة. ونتيجة للإنجازات السابقة دخلت الجامعة التصنيف العالمي QS من بين أفضل 100 جامعة عربية وأفضل 10 جامعات أردنية، والذي يركز على السمعة الأكاديمية والبحث العلمي. كما دخلت التصنيف العالمي Green Matrix من بين أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وهو تصنيف عالمي معني بالبيئة الجامعية والتنمية المستدامة في ظل وجود نظام متكامل للطاقة الشمسية وكاميرات المراقبة البصرية والبوابات الإلكترونية والحديقة الطلابية الخضراء المستدامة التي تعد معلماً فريداً في الحياة الجامعية. هذا وستبقى الجامعة على العهد ساعية على الدوام إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الدولية والمحلية ومواكبة للمستجدات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، ورائدة في تعزيز الوحدة الوطنية ومسيرة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة في ظل الراية الهاشمية.